والله أنا اليوم سعيد أني أكون راعي لهذا الحفل، تجمع طيب، دور العلاقات العامة مهم جدا في مجتمعنا اليوم، فهو يعني يكون أنا أعتبر العلاقات العامة هي الرابط ما بين المواطن والمؤسسة، سواء كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة تجارية أو أي كان مؤسسة نفع عام، هو الرابط. فاليوم إحنا نفقد هذا الربط ما بين مؤسساتنا، سواء مؤسسات الحكومة مع بعض أو الحكومة والقطاع الخاص أو النفع العام. إن شاء الله دور جمعية العلاقات العامة في السنوات القادمة يفعلون دور الربط ما بين الهيئات هذه، وتعزيز الفكر عند المواطن بأن موظف العلاقات العامة مهم جدا، لأن بعض الناس دائما يعتقدون أن موظف علاقات عامة هو موظف فقط سكرتارية أو موظف استقبال أو يعني، ولكن هو لا، اليوم هذا علم بالصرح اللي احنا فيه، عندهم شهادة جامعية بكريوس في العلاقات العامة، جامعات عريقة حول العالم عندهم شهادات عريقة وكبيرة في العلاقات العامة، في ماجستير علاقات عامة، معناته هذا تخصص مهم، تخصص نحتاجه اليوم، احنا تخصص لازم يكون له دعم خاص عند الدولة سواء كانت حكومة أو خاص. نرجع إلى الإخوان الجمعية العلاقات العامة، صراحة هم ما قصروا وقاعدين يسعون، مع أن في تحديات كثيرة عليهم وفي مضايقات من جهات وفي بعض المرات يعني أشياء تصير ضدهم ومعاهم وعليهم، هذه طبيعة الحياة، ولكن عليهم أن يعملون وحطون أمام عيونهم الكويت ويقدمون للمواطن اللي يكون لمصلحة المواطن. الهدف الأول في جمعية العلاقات العامة لازم تكون المواطن، أنا هدفي الأول والأخير كرئيس فخري اللي هو المواطن، وأتمنى الأخوان في الجمعية يكون هدفهم المواطن أيضاً.